حزن كبير جدا. اللعيبه قدت اللي عليها، مفيش حد قصر امبارح، هو كان في سوء توفيق، حظ مش محالفنا ان احنا نكسب، عملنا اللي علينا، اللعيبه موت نفسها. انا مش شايف ان انا في ولا واحد من الفريق ان هو قصر امبارح، بس سوء التوفيق ربنا مش رايد، والله اعلم ممكن يكون ده حاجه خير من عنده، ما نعرفش النصيب فين. طبعا انا بقول للجمهور انا بتاسف له جدا، انا عارف ان هم زعلانين مننا، بس والله دي حاجه مش بايدينا، احنا ما قصرناش امبارح، بس هي ربنا مش رايد، وان شاء الله ربنا يرد لنا حاجه كويسه جدا، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله الثلاث بطولات الجايين ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي، وان شاء الله جماهير النادي الاهلي ما تزعلش مننا، هنبسطهم هنفرحهم، عشان هم طول عمرهم بيستنونا ان احنا نفرحهم، واحنا دايما بنفرحهم وما بنقصرش معاهم في حاجه، بس معلش استحملونا، خليكم في ظهرنا، انتوا رقم واحد بصراحه، انتوا لما كنتوا موجودين النهارده بصراحه خليتوا للملعب روح، خليتوا للفريق روح، الفرقه بدات تحس ان في حد في ظهرها، ان جماهيرها مش خذلاها في اي حاجه. احنا بنتمنى ان الجمهور الاهلي ما يتاخرش علينا، وهو طبعا عمره ما اتاخر علينا، احنا بنتاسف له، معلش في ثلاث بطولات مهمين ان شاء الله الصقر الفتره الجايه، وان شاء الله بطوله افريقيا، احنا واحده واحده ان شاء الله بطوله افريقيا ثم الدوري ثم كاس مصر، احنا بنبدا خطوه خطوه، وان شاء الله خطوه بطوله افريقيا ان شاء الله ما تطلعش بره النادي الاهلي، وان شاء الله نهديها لجمهور النادي الاهلي باذن الله. الحمد لله، يعني على اول حاجه على ماتش النهارده، تاني حاجه احنا بنعتذر لكل الناس اللي احنا كان املهم ان احنا نكسب امبارح، وكان عارفين ان في جمهور كتير قوي مستني الماتش ده ومستني الفوز ده عشان نفرحهم كلهم، بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، احنا حاولنا نعمل اللي علينا على قد ما نقدر، بس التوفيق في الاخر ما كانش بايدينا. الحمد لله صفحه وننساها وصفحه ونقفلها، احنا لسه عندنا بطولات، لسه عندنا بطوله افريقيا، ولسه عندنا الدوري، ولسه عندنا الكاس، ولسه هنلاعب فيهم المنافس بتاعنا ماتشين كمان، لسه قدامنا ماتشين كمان معاه، والنهارده كانت بدايه ان احنا نطلع كل الوحش اللي عندنا من ماتش امبارح وكل القرف بتاع ماتش امبارح طلعناه النهارده، وباذن الله ماتش الاتحاد الليبي ده ان شاء الله هيبقى بدايه جديده لينا، عشان نبدا ان شاء الله باذن الله نقول للناس ان احنا موجودين، وبدايه ان شاء الله تكون فوز ببطوله افريقيا ان شاء الله. طبعا الكلام كله بيبقى ان احنا نلم بعضنا، نلم الفرقه، ما ينفعش ان احنا خسرنا بطوله او خسرنا ماتش يبقى ده النهايه، لا احنا عندنا لسه ثلاث بطولات تانيين، ما ينفعش نضيع كل حاجه، احنا لسه عندنا حاجات كتير قوي. فهم كانوا بيحاولوا يركزوا ان احنا لو لا قدر الله نزلنا اتخزلنا او ما لعبناش بنفس الروح اللي احنا لعبنا بيها ماتش امبارح دي، هيبقى في مشكله كبيره جدا. فاحنا الحمد لله النهارده لعبنا بروح، حاولنا نجيب الماتش وجبناه الحمد لله، وفرقنا فرق سكور كبير، فهو ده اللي كانوا بياكدوا عليه، والحمد لله احنا عملناه النهارده. يعني ان شاء الله باذن الله احنا كنا منتظرين منهم الدعم ده، وخصوصا ان احنا خسرانين بطوله امبارح، فان هم يجوا يقفوا جمعنا ويقفوا في ظهرنا النهارده دي حاجه كويسه جدا، وحاجه بسطتنا وحاجه تفرحنا. ان شاء الله مستنينهم الماتشات الجايه كلها باذن الله عشان نفرحهم في اخر بطوله وناخدها باذن الله. احنا كلاعيبه عملنا اللي علينا الحمد لله، التوفيق ما كانش معانا، فنسينا ماتش امبارح، دخلنا النهارده بطوله افريقيا، ماتش الافتتاح، اول ماتش من البطوله، المفروض نخش التركيز زي ما انت شفت كده، خلاص احنا قفلنا صفحه امبارح والنهارده فتحنا صفحه بطوله افريقيا، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. ده اللي احنا متعودين عليه من الجمهور، لو لا قدر الله خسرنا ماتش بيبقوا ورانا، كسبانين برده ورانا، ان شاء الله نفرحهم، وان شاء الله باذن الله نكسب بطوله افريقيا ونكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. بنزل ضغط على اللعيبه ان هي المفروض تطلع اقصى حاجه عندها، وان هي تأدي في البطوله بشكل مستمر كويس، دي حاجه كويسه ان الدعم معانا، وحاجه كويسه ان الجمهور معانا، اتمنى من ربنا ان شاء الله ان ربنا يوفقنا ونكسب البطوله.